نور. أما هلأ بدنا نرحب بالدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب البشري والاختصاصي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. خلينا دكتور نحكي عن الأشخاص الأكثر عرضة للزكام الصيفي وما هي أسبابه. هلا حتى ندخل بشكل صحيح، الزكام الصيفي في عنا شقين، الزكام المرضي الناجم على الفيروسات والزكام التحسسي. هلا في عنا النوع من التحسس هو بيئي بالبيئة بيصير وموسمي أو وراثي. فهلا أكثر شيء عم نشوفه الزكام البيئي نتيجة التلوث بالبيئة. صار في ناس ما عندهم حساسية لا عائلية ولا وراثية ولا أي شيء، بيكون عنده الزكام التحسسي. بيشبه الزكام الصيفي ببدايته، بتجلى بعطاس، سيلان أنف أبيض شفاف رائق، ما بتجلى بأعراض حرارة أو سخونة وغير معدي أبدا. قد ما عطس قدامنا واحد معه تحسس غير معدي أبدا، إلا إذا اختلط بجرثوم أو بفيروس. فإذا هذا بنلاقي كثير عند الناس، تحكمه العطسة بضل 5-7 مرات وراء بعض وراء بعض. بنميزه إنه في معه حكة، يعني لازم يكون في عنده حكة مثلا جلدية أو حكة بالأنف أو حكة بمجرى السماء أو بسقف الحلق، بيقول لك مد لساني لفوق مشان إنه حكة هذا. فلازم يكون في عنده إحساس بنوع من الإريتاسيون أو من نوع من التهيج ضمن الأغشية المخاطية. هذا الزكام اللي ما بيخوف. هلا الزكام الصيفي بسببه كثير فيروسات، من الرينو فيروس هو أكثر شيوعا مثل ما بتصير معنا بالشتاء. بس هو مزعج بالصيف لأنه ما بنقدر نعمل وقاية، يعني هلا بالشتاء بيقدر واحد يلبس ويدفي حاله ويبتعد عن المكيفات، طبعا ما في مكيفات، فبيعرق شوي فبتروح نص الأعراض. هون بيترافق ببرودة حرارة الطقس وما بيقدر ينام بدون مروحة أو مكيف، فبيطول أكثر. فبيبلش رش عبارة عن سيلان، وبالتالي بيكون ابيض، بعد شوي بيصير لونه اصفر، اصفر فاتح، اصفر غامق. اذا تغمق اللون صار على لون بني اخضر، فمعناتها صار مع التهاب الجوب، يعني الجرثوم دخل على الجوب، الجوب مجاورة للانف، فدغري اول ما بيضعف الانف بتنتقل لنفس مخاطية الانف، بصير في عنا التهاب، بصير اعراض اشد، حرارة اشد، بتطول اكثر، بصير معنا صداع، احس امتلاء بالوجه، اذا انحنى لقدام بحس عيونه رح تطلع من محلها، بيترافق ممكن ينزل البلغم لحلقه يخرج له الرمامة، يصير معنا سعال منتج، في معنا قشع. فبنشوفه اكثر شيء عند الناس اللي هن بتماس مع، يعني عملهم بيتطلب انه يختلطوا مع الاخرين، مثلا مثل بالتلفزيون او بمكان عام. حتى الاطباء اكثر شيء، اطباء الاذن انف الحنجره واطباء الصدريه، لانه بيجونا دغري المريض بده يعطس بوشنا او يسعل ليبين لنا انه هو كثير مرضان، خاصه اذا بده ياخذ اجازه، فبيحلالوا كل السعال والعطاس تبع الدنيا بخلقتنا، فدغري بنلقط نحن الحمد لله انواع الفيروسات. وعلى فكره في عنا حوالي 300 نوع فيروس بالعالم، هدول كلهم بيساووا زكام سواء صيفي او شتوي. فطبعا فوعا بتختلف المقاومه، بتختلف. فنحن وقت بصير معنا زكام، الجراثيم اللي عايشه معنا بالانف والجوب بتقوى. هلا كلياتنا اذا بنعمل مسحه جرثوميه بنلاقي كلياتنا عندنا مكورات او نوع من الجراثيم اللي نايمه معنا متعايشه معنا، نحن مسيطرين عليها بمناعتنا. وبصير عندي انا زكام تضعف مناعتي، بصير وقتها الزكام العادي الفيروسي خلال 3 ايام لازم يطيب والحراره بتتراجع. هون بنلاقي لا، خلال 3 ايام زاد وصار معنا التهاب الجيوب. ليش؟ لانه الجراثيم قويت وصار في عنا، صار في مداخله جرثوميه فوق الفيروسيه، بالتالي الاعراض اشد، ولابد وقتها من تداخل دوائي مفيد. بالفيروس بنستفيد فقط مضادات احتقان وقطره وشراب، شرابات دافيه او عصائر، اما هناك لابد من الانتيبيوتيك، ويصير عندي التهاب الجيوب لانه ما كثير في مزحه انه اترك الامر بدون انتيبيوتيك. نعم دكتور. طيب بهذا الظرف اللي نحن عايشين فيه هلا وبظل فيروس كورونا، الرشح او الزكام صار مشكله عند الناس، وخصوصا انه مثل ما عم نشوف يعني حتى الدراسات اللي عم تطلع من منظمه الصحه العالميه انه الاعراض تختلف عند الاشخاص، تختلف من منطقه لاخرى، فعم بيكون في صعوبه احيانا بتشخيص انه هذا المريض معه فيروس كورونا. فكيف اذا كان معه زكام صيفي بهذا الوقت فالناس كلها عم تخاف؟ معك. هلا الكورونا فيروس هو من ضمن الفيروسات الموجوده بالعالم واللي هي بتسبب رشح، اتطورت وقويت لسبب أو لآخر. صار عنا المعضلة اللي عشنا فيها، صرنا أشهر طويلة وأصابت العالم ككل. هلأ الفيروس الكورونا بيبلش بحرارة عالية وسعال جاف، لازم يكون في سعال جاف بدون قشع،
الرش العادي ببلش بسيلان انف ورش عطاس متكرر، هناك ما في عطاس، عطسة عطستين، هون عطاس متكرر وفي عندي سعال مع بلغم وحرارة أقل شوي، هناك حرارة أعلى وسعال ناشف يعني بتلاقي حاله بيطالع شمس الدور ما عم يطلع، وفورا بنتقل بقى شوية رشح خفيف بنتقل بقى للأعراض الصدرية اللي هو ضيق صدر دي. هناك ما ضروري يصير معه أعراض صدرية، فإذا لحقنا الرشح العادي من بدايته ممكن ننتهي بالتهاب أو برشح بالأنف، شوية احتقان بالجيوب، شوية سعال منتجة مع شوية قشع، بس بدون ما يصير تضيق نفس أو إصابة رئوية. هون بتطوره سريع وبيصيب دغري الأسناخ الرئوية وبيساوي ضيق نفس واضح، فتطوره يعني بيميزه عن الرشح العادي. فمو كل واحد عطس قدامنا معناته هذا كورونا، فالغالب هو ما بيعطس، قليل العطس عنده، الأكثر هو السعال الجاف والحرارة المرتفعة. هذا الشيء طبعا بعدين بيجي ضعف العضلات والتعب أعراض هذا، وبالتالي بيصير معه ضيق النفس، هذا المميز له. أما الرشح العادي العطاس شوي تحكي بالأنف هذا تحسس بدون حكي سيلان شوي على أصفر كذا، هذا بتصوري ما لازم نخاف منه. طبعا اللي بيرشح ما يقعد مع العالم كله، وعلى الأقل يحط محرمة، يحط محرمة بغض النظر إذا معه كورونا تماما. برافو عليك. بعدين معلش إذا أخذ إجازة من شغله من جامعته أو من أي مكان آخر يقعد بالبيت يومين ثلاثة لحاله، بتميز الرشح أنه هذا رشح عادي، هو بيطمن وبنفس الوقت المحيط فيه اللي معه بيطمن أنه هذا مجرد قريب عادي أو رشح عادي. أما يقعد يختلط مع العالم يعني قيمة الكورونا ممكن يعدي كل المجموعة برشها العادي. صح. طيب دكتور خلينا نحكي عن علاج الزكام الصيفي، وخلينا نحكي لأنه في كتير من الخلطات العائلية يعني أهلنا بيعطونا إياها بتحس هن الدكتور يعني لا تأخذي هذا الدواء أنا مجربي هذا الدواء، نحن هيك عادة بنشتغل من زمان. خلينا نحكي لا، في أحيانا بعض أساسا الخلطات بتزيد هيدا الزكام ما بتفيد، خلينا نحكي عن الوقاية منه طرق علاجه الصحيحة والسلمية. هلا يعني مو مع الأسف ما بعرف هو وعي أو عدم وعي، قسم كبير من شعبنا أطباء كله بيطبب وبيصف لك الدواء وبيقول لك هذا الدواء لا تحدي فيه كورتيزون وبيحارب الطبيب اللي اعطاك هذا الدواء، ما بيفهم بيفهم الى اخره. مع احترامي للكل هن ما الاطباء، فارجو انه ما يتدخلوا خاصه بهالظروف هي، يعني يتركوا الدور للاطباء يعطوا صح الادويه. هلا الاعشاب بتفيد اذا كان بدايه الرشح، يعني زهراب او شبيه ما فيها ضرر، اذا ما فيها فلك شوي حتى ما ينتقل الاحتقان للجيوب ويصير عندي التهاب جيوب. بس ينتقل للجيوب ما عاد صفر زكام عادي، صار في عنا التهاب قطع، صار بده أنتيبيوتيك. فأنا إذا بدي أشرب زهرات ومليسة ما راح تمنعني التهاب الجيوب، فبالبداية ممكن أخذ زهرات ومليسة إلى جانب مضاد الاحتقان، قطرات أنفية، إذا بلش يسعل مضاد سعال ممكن أعطيه مضاد سعال نباتي، يعني ما في أدوية كيميائية، فهذا كمان ممكن نصفه. لأن الأعراض تفاقمت، تغير لون المفرزات، صارت الحرارة جسمه أكثر، لابد من الأنتيبيوتيك أنا برأيي، لأنه صار عنصر جرثومي اللي كان نايم بجسمنا صحي على ضعف مناعتنا وصار يتدخل على الخط. إذا تدخل على الخط ما عاد حدا يحده غير الأنتيبيوتيك، يعني لابد من أنتيبيوتيك، ولا سيما أنه مخاف ينزل للرئة يصير عنده التهاب رئة. هلا الرشح العادي ممكن في الإنفلونزا اللي بيسموها، هي مشتقة من العرب اسمها أنفلعنزا، العنزة دائما بشر انفه، فهذا عباره عن فيروس انفلونزا اشد من الفيروسات الرينو فيروس الى اخره، هذا بيترافق دغري مع مشاكل رئويه. يعني وبيقول لك واحد انفلونزا يعني قريب كامل، بلش رشح وقريب وحراره عاليه، عيونه ما عاد شاف فيه، احمروا عيونه ودغري ببلش مشاكل رئويه، هي بتخوف لانه نسبه وفيات فيها عاليه وخاصه عند الكبار بالعمر او الاطفال البيبي. فاذا هي الانفلونزا شكل من اشكال الرشح. فنحن ما بدنا نتطور والله عم ضل عم ناخذ زهورات وحرارتنا 40 والمفرزات والسعال عم تعبي البيت كله ونحن عم نشرب زهورات، عم نقوي مناعتنا. فالمناعه بالفيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس، الخضروات مع الشيء، بس لحالها ما بتكفي، بس يدخل عنصر جرثومي بدي قوي انا الكريات البيض، لانه العنصر الجرثومي اضعف الكريات البيض، اكل من الكريات البيض اللي هي خط الدفاع تبعي. إذا بعمل له تحليل دم بلاقي نزل مستوى الكريات البيض، إصابة الفيروسية بتنزل الكريات البيض، دخل الجرثوم نزل أكثر، أنا بدي أقوي بدي أسند الكريات البيض،
ولا بتنهار، فبعطيها شويه انتبيوتك بس مشان تقوم بدور الدفاعي وقتل الجرثوم. نعم، هون كان بدي استفسر منك على شغله دكتور، دائما بيصير في لغط بين امتى بنستخدم مضادات الاحتقان لما بيكون هو فيروس، وامتى بنستخدم المضادات الحيويه لما بيتحول لجرثوم المرض مثل ما انت ميزت. في ناس اول ما بترشح بتاخذ دواء التهاب، وهون بيقولوا لنا غلط، ما بيصير الواحد اول ما يرشح ياخذ دواء التهاب. مزبوط، هو كلامك صح، المفروض نستنى يومين او ثلاثه. غالبيه الرشحات مع الاسف عم تقلب لالتهاب. كان اولي الا كرشح اخذت له دواء ولا ما اخذت له دواء، نفس الشيء سبعة ايام ويطيب. هذا وقت بيكون فيروسي، الفيروسي ما بتعالج بانتيبيوتيك، بتعالج مضادات احتقان، سوائل دافيه، فيتامين سي، يبتعد عن المكيف، ينشف شعراته بعد الحمام الى اخره، بيلاقي حاله بنادول سيتامول الى اخره، بيلاقي حاله خلال 4-5 ايام تحسن. اما هون سيدتي وقت عم يصير في عندنا الفيروس عم تضعف مقاومتي انا كانسان. هون صار بقى فالجراثيم اللي عايشه مع اهلها، كلياتنا معنا جراثيم عايشه معنا، تطلع هالجراثيم على السطح بتقلب المعادله من فيروس لالتهاب جرثومي، وقتها ما عاد يكفي مضاد احتقان، لابد انه تدخل. فهون نحن بنستنى يومين ثلاثه لان الاعراض بلشت تتراجع او ستابل ما عادت زادت، معناتها فيروسي ما دخل الجرثوم. لان الاعراض زادت، مفرزات ملونه، صار في سعلي اكثر، صار الى اخره، يفضل انه بلش بالانتي بايوتيك. طيب خلينا نحكي عن الاطفال، يعني الزكام الصيفي للاطفال، لانه بيقول لك بعض الادويه مثل هي ادويه الالتهاب او الاحتقان الاطفال هي ثقيله نوعا ما شوي. الاطفال الصغار يعني من سن فينا نقول العام لثلاث سنوات تكون المعالجه بنفس الطريقه؟ هلا المعالجه بدك تعطي، هلا ما بياخذ فيتامين سي، هو المفروض اذا عم يرضع من امه عنده حمايه لست 6 اشهر، اذا عم يرضع كافي من والدته، اذا ما عم يرضع عم ياخذ مخلط يعني، فاذا معناتها نقصت مناعته الذاتيه اللي الله اعطاها اياها منذ الولاده، فبالتالي بصير عرضه للاطفال. اهم شيء توقي الطفل من الرشح، الطفل ما بيروح على المدرسه، ما بيقعد مع ناس مدخنين، فانت وقت بيكون انت حدا مرشح بالبيت حطيه بالاوضه. ما تحملي او بدك تحملي حطي كمامه مثلا، ما يكون عندك ضيوفك حاطتيه بال قدامك بالبورت بيبي والناس كلها عم تدخن ارجيل، حكي هلا موضه كله ارجيله، حاطط ارجيلته قاعد فيها صيف ولا شتاء الى اخره، عم ينفس عن حاله وعم ينفس، بيقول لك بياخذ مناعه، خليه خليه ياخذ مناعه. هذا ما بيصير، يعني الطفل ما بياخذ الرشح الا منا، ما بياخذه لحاله، عنده مناعه. إذا ما عطس بوشه أو بالغرفة اللي هو نايم فوق أو تخت فوق تختها، وإذا ابنك الأكبر منه مرشح لا تخليه يبوسه ويحبه، بصير الحب والغرام بين الأطفال، تسلسل الأطفال، بده بحب أخوه وبيكون أنفه عم يشر وحرارته 37-38، أخي حل عنه اتركه هلا. فالأطفال مزعجين مرضون، لأنه دغري بينزل على الرئة بصير عنده تضيق بالحبال الصوتي، ممكن يصير عنده صعوبة التنفس، أحيانا بنضطر لتنبيب الرغامة، يعني بصير عندي التهاب بالحنجرة، ما عاد يقدر يتنفس الولد، فبيضطر اخذه على المستشفى اعطيه اكسجين وحط له تنبيب، يعني حط له انبوب بالحنجره ليتنفس من خلال. هلا الكبير حنجرته اوسع، تتحمل شويه احتقان، تتحمل شويه مشاكل، اما هذا صغير فمثل ما اقول رشحتين عطستين تلاقي سكري، فالافضل انه نعمل وقايه. بس اذا مريض لابد احيانا بنضطر نعطي كورتيزون، اذا لقينا الحنجره بلشت تتسكر بنعطيه شراب فيه كورتيزون بكل صراحه. في مراحل، المهم ما نوصل لهي المرحله، هي تماما، بس يعني انه بسرعه بيتطور للاسوء بسرعه. وفي عندنا موضوع اللقاح، في الافضل نعطي اللقاح تبع الفيروسات، هذا بينعطى للاطفال الصغار بالدرجه الاولى مثل ما تفضلتي، او الانسان بس عنده أورام عم ياخذ معالجة كيميائية مناعته زيرو. فهذا في عندنا لقاح كل سنة، الشركات العالمية بتشوف شو عندي أكثر فيروسات، من 300 نوع فيروس بلاقوا هال 100-150 بيعملوا عليها لقاح مضاعف بيعطوه للناس. هل هذا بيعطيكي مناعة؟ إذا انصبتي بنفس الفيروس بتاخذي مناعة، ما بتصابي، ما بصير معك شيء. إن شاء الله يا رب. إذا انصبتي من بعده فبتصير معك جريب كامل كأنك ترك أخذ شيء. إن شاء الله. ففي ناس بياخذ الفيروس بحمم راسه بيطلع بالبرك، أخي أنت مالك واخي من كل شيء. صح صح، لازم ننتبه. إن شاء الله الصحة على الكل. الله يسلمك. نتشكرك دكتور على كل هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم ومحبتكم. شكرا لك دكتور.